سنوات إضافية. وأضاف في ندوة عبر الإنترنت إن طهران تفضل التعامل مع إدارة غير إدارة الرئيس دونالد ترامب. مع احتدام وتيرة السباق الانتخابي، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتباع سياسة حملة الضغوط القصوى على إيران وتواصل الدفاع عن تلك السياسة. فالرئيس الأمريكي يصر على أن سياسة العقوبات هذه ستغير من سلوك طهران وقد تجلبها إلى طاولة التفاوض، كلام أعاد تأكيده مستشاره للأمن القومي. أعتقد أنه في حال فوز الرئيس ترامب فإن إيران لن تتحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول. قد تكون بعض الدول قادرة على تحمل العقوبات فتواصل إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع وتستخدم قوة أجهزتها الأمنية، لكننا نعتقد أن الضغوط الاقتصادية على إيران شديدة، ولذلك فإنها قد تصمد لشهر أو شهرين بعد الانتخابات الأمريكية، لكنها لن تصمد لأربع سنوات إضافية، لذا سيأتي الإيرانيون إلى الطاولة. في الجهة المقابلة ينتقد الديمقراطيون وعلى رأسهم مرشحهم للرئاسة جو بايدن حملة الضغوط هذه بالقول إنها فشلت وإن ترامب مخطئ بالاعتقاد أنها ستحدث تغييرا في إيران، كما تعهد بايدن إذا انتخب بالعودة للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما وانسحبت منه إدارة ترامب إذا عادت طهران للالتزام ببنوده. وفي وقت تتصدر فيه الملفات الداخلية سجالات السباق الانتخابي، يرى مراقبون أن الاختلاف الجذري في مقاربة كل من المرشحين مع ملف إيران قد يكون له وقع لدى الناخب الأمريكي. بين ثقة الرئيس ترامب بنجاح سياسة العقوبات القصوى على طهران وانتقاد بايدن لجدواها، يجد الناخب الأمريكي نفسه مرة أخرى أمام وجهتي نظر متضادتين تماماً في أحد أكثر ملفات السياسة الخارجية سخونة. بسنة بكويك، الجزيرة، واشنطن. ينضم إلينا هنا من هنا من واشنطن ماثيو برودسكي، وهو كبير الباحثين في معهد جولد للدراسات الاستراتيجية الدولية، ومن نيوجيرسي ريتشارد جودستين عضو حملة الرئيس الأسبق بيل كلينتون. أهلا وسهلا بكما. وإذا ما بدأت بك سيد برودسكي، عندما يقول أوبراين إن إيران لن تتحمل أربع سنوات إضافية، الرئيس ترامب منذ بداية وصوله لسدة الحكم انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وإيران استمرت كل هذه المدة لم يتغير شيء. ما الفرق الذي سيصنعه شهر أو شهرين؟ لماذا يعتقد أن بعد هذه الانتخابات تحديدا سوف تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات؟ الحقيقة هي أن إيران وكثيرون من أعداء إيران التقليديين خاصة في الشرق الأوسط ينتظرون إعادة انتخاب الرئيس ترامب، والسبب في ذلك هو أن الديمقراطيين إذا ما تم انتخابهم أي جو بايدن فأن التغييرات سنراها تحدث، وهي قبول بمواقف أعدائنا أكثر. على سبيل المثال، الاتفاق النووي الإيراني كان نظاما فيه الكثير من العيوب، و لهذا السبب عندما كان من المفترض أن ينتهي فرض حظر السلاح على إيران، والذي يعني أن أي طرف يريد بيع سلاح لإيران سيبيعه إذا ما تم رفع الحظر. لهذا السبب الرئيس ترامب فرض عقوبات الضغط الأقصى اقتصاديا، وذلك لأنه إذا ما تم انتخابه فأن ذلك سيجبر إيران على العودة إلى مائدة التفاوض، لأن وضعها الاقتصادي سيكون سيئا لن يجعلها قادرة على الاستمرار لأربع سنوات أخرى. سيد جودستين، أليس ما يقوله الجمهوريين إذن حقيقة ما يقوله روبرت أوبراين من أن إيران تفضل التعامل مع إدارة غير إدارة ترامب، وهنا هو يشير إلى إدارة إلى جوزيف بايدن؟ بالتالي إذا فاز بايدن بالانتخابات، ما الذي سيغيره في الاتفاقية النووية؟ سيعود إليها كما كانت أم سيغير في شروطها أم ماذا؟
أعتقد أن هو كما قال بالتأكيد سيحاول إعادة هيكلة الاتفاق، نعم، وأن تعود إيران إلى اتفاق جديد، لأن سياسة ترامب وما يسميه الضغط الأقصى لم يؤدي إلى تغيير في نظام حكم إيران، ولم يؤدي إلى أن تكف إيران عن ممارساتها في اليمن وفي ليبيا، وقائمة من البلدان التي تتدخل فيها، كل ذلك استمر وحتى بعد تخلي ترامب عن الاتفاق النووي. لا توجد أي بوادر في الأفق تشير إلى إعادة بث الحياة في أي مفاوضات بين إيران وأمريكا. لا يوجد هناك أي احترام لحقوق الإنسان في إيران، ولا توجد أي مؤشرات على أن حلفائنا الذين شعروا بأنه تم التخلي عنهم في أوروبا وغيرها تحسن وضعهم، لأن دونالد ترامب تخلى عن الاتفاق النووي. أعتقد أن هدف جو بايدن هو تغيير كل ذلك والعودة إلى العمل من جديد مع حلفائنا المقربين لفرض الضغوط على إيران. لكن إيران اليوم اعذرني على المقاطعة، واسمح لي أن أطرح هذه النقطة على السيد برودسكي. أليس ذلك صحيحا؟ بالفعل السياسة التي مارسها دونالد ترامب هي عززت الموقف الإيراني، ولا أريد أن أعيد ما قاله السيد جودستين من نقاط، أليس ذلك صحيحا وباختصار من فضلك؟ أولا، الاتفاق النووي نفسه وعلى خلاف ما وعدنا به الرئيس أوباما جعل من المستحيل تقريبا التحقق من أي عمل كانت تقوم به إيران ضمن برنامجها النووي، والتي كانت تخفيه ببساطة فقط بالادعاء بأن الموقع له علاقة بموقع عسكري بدلا من البرنامج النووي نفسه. لهذا السبب لم نمتلك فكرة دقيقة عما كانت تقوم به إيران. وأيضا ما قامت به إدارة أوباما أنها شجعت إيران، بل ساعدت إيران على تمويل نشاطاتها هذه كلها التي نعترض عليها، وأدت إلى إعطاء النظام في إيران 100 مليار دولار، والتي اعترفت إيران بنفسها أن بعضها سيستخدم لدعم الإرهاب. وإذا ما سألت الشعب الإيراني لم يصله أي من هذه الأموال بقدر ما كانت تذهب إلى مغامرات بلادهم خارج حدودها. ما على الولايات المتحدة أن تفعله هو ما فعله الرئيس ترامب، وهو وقف تمويل نظام إرهابي بكل مغامراته في عموم المنطقة. طيب، والتوصل إلى اتفاق سيد برودسكي، هذا السجال سيستمر بين الحملتين الانتخابيتين بلا شك. أريد أن أذهب للسيد ريتشارد جودستين، إلى أي مدى هذا الملف حاضر في الانتخابات الأمريكية، وإلى أي مدى هو مؤثر في رأي الناخب الأمريكي؟ كثيرا ما يكون الوضع هو أن قضايا السياسة الخارجية لا يكون لها أثر واضح على السياسة الداخلية الأمريكية، لكن أقول نعم، كلا الطرفين يرى المقاربة إلى الوضع والملف هذا بشكل مختلف، لكن لا توجد أدلة على أن الخلافات حول السياسة حيال إيران تؤثر في السياسة الأمريكية. حسب استطلاعات الرأي، أن كثيرا من استطلاعات الرأي تشير أن كثير من الأمريكيين لا يصدقون بترامب ولا يثقون به. وعد بسياسة رعاية طبية جديدة لم يحدث، وقال بأنه سيعيد التوازن إلى الموازنة، هذا لم يحدث. وكما قال عن إيران ووعد وعودا، لا توجد أي أدلة أنه سيستطيع الإيفاء بوعوده إذا ما تم انتخابه. لهذا السبب الناس لم يعودوا يثقوا بنزاهته وصدقه. طبعا من الأسهل. شكرا جزيلا لك
ريتشارد جودستين، عضو حملة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وكذلك كان معنا من نيو جيرسي. وأشكر أيضا ماثيو برودسكي، وهو كبير الباحثين في معهد جولد للدراسات الاستراتيجية الدولية، وكان معنا من واشنطن. ولاية فلوريدا تعتبر من أهم الولايات.